يا سيدي ما احناش ايد واحده، انتوا ولادنا، انتوا اكبادنا، انتوا قلبنا، واذا صلحتم تركناكم ودعناكم، واذا ما صلحتوش زي ما حصل في 67 نقاوا قيادتكم. لكن الجنود وصف الضباط والضباط الصغيرين والقيادات الوسطى مبرأة من كل ما قد يلصق. عشان كده كلام هيكل عن كسر الجيش كلام ما هو صحيح، عن الحكم العسكري ورفضه هذا أمر موضوعي، وإن لم يفعل هذا الشعب المصري يبقى شعب أم بثورة هو مش مدرك إيه اللي بيتم. ولا يعني يا سيدي احنا كنا بنطلع مليونيات عشان العسكر يقابل المليونيه بيوم ولا اتنين يطلعوا جزئيه فسفوسه صغيره من المطلوب. القرار اللي بيتكلم عنه الاستاذ حمدي، انت تسرق اللصوص وطن بشكل رسمي. وهنا يطرح الموقف اللي انا قلته مره ثانيه، الاخوان والسلفيين موقفهم ايه في حاله تسريق الوطن الى مجموعه من اللصوص اللي عملت كل الجرائم؟ طب في اموال ما هياش موجوده مش مثبته، يعني اللي صدر مثلا حديد أو سيراميك أو أسمنت بأقل من سعر التكلفة أو بسعر التكلفة ثم يبيعوا بره بالأسعار العالمية فبأسماء شركات وهمية بأسامي أجنبية ثم احتاجت هذه الأموال بره. أستاذ أبو العز، يعني اتصالا بحديث حضرتك، إن بوابة الأهرام نشر حالا قائمة بأسماء 19 مسؤولا تم تجميد أموالهم بلندن حصلت عليها اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال. من ضمن الشخصيات ال 19 زوجة أحمد عز، زوجة أحمد عز الثانية، زوجة جمال مبارك، زوجة أحمد المغربي، حبيب العدلي، زوجة زهير جرانة، زوجة أحمد المغربي وأحمد العز شخصيا، وقائمة طويلة جدا، علاء وجمال ومحمد حسني مبارك ورشيد محمد رشيد وزوجة علاء. و ده الراجل حلف بالطلاق وهو في شرم الشيخ انه غلبان ولموني شويه فلوس عشان انا شحات. وعلى كل حال انا وبرئ بس السيدات المصريات بشكل عام، امي وامك وخالتي وخالتك والعامله والموظفه والدكتوره والمهندسه من كل هذه التهم. انا بس يعني اتخضيت لما قلت زوجة فبقى في شبهه اساءه للزوجه المصريه او للست المصريه. دعنا نبرئها، لكن انا عايز اطرح سؤال الاسئله، ما هو موقف من تسمي انفسها بالاغلبيه داخل المجلس؟ طيب ده هياخدنا لسؤال مهم. يعني هو كانت الناس بتعول على البرلمان انه السلطه الوحيده المنتخبه في البلاد جاي عبر صناديق انتخاب، ولكن المشهد في البرلمان برلمان الثورة عظيم جدا، بس احنا شفنا الاسبوع اللي فات صورة مخيفة جدا ان في مجموعة من النواب يعني يعانون من الاضطهاد ويعانون من حجب الفرصة عنهم للكلام والتعبير عن إرادة الشعب في مقابل أغلبية كاسحة. حضرتك أغلبية إيه؟ اللي هي الأغلبية اللي أنا راجل بشتغل سياسة لو سمحت لي يعني فضل. أمارس السياسة بقالي نص قرن ودخلت المجلس منذ 36 سنة وعندما تعارضت عضوية المجلس مع موقف مشرف فضلت أن أنا مع احترامي في التعبير أدوس المجلس وسيبه وأفصل منه ولا أتخلى عن موقف شريف في مواجهة لدعم اليسار والقوى المستنيرة اللي كان لها دور في يناير 77. الأغلبية اللي موجودة في البرلمان النهاردة جت للمجلس بدون أي أساس سياسي، محدش فيهم طرح برنامج، محدش قرأوا تتحل مشاكل الناس، محدش اشتغل سياسة وجه على أساسها. فيهم شريحة منهم اللي هم السلفيين، سيبك بقى من بعض الافراد كانوا معانا افراد في الميدان ولا حاجه، انما الكتله الاساسيه من قيادتهم اعتبرت ان الثوره معصيه لله ورسوله لانها خروج على الحاكم، وطلبت من الناس ان هم ما يخرجوش. يعني لو كان الحرس الجمهوري قد تمكن من فض الميدان وكنا احنا اتعلقنا على المشانق او خدنا تأبيدات كانوا هم هيبقوا رجاله مبارك. هؤلاء الذين وضعوا نفسهم في خدمه يعني الشيطان انصارا له الان في مجلس الشعب موجودين، كيف نتوقع منهم ان يديروا عمليه تطهير وهم الذين تجاروا بالله ورسوله حتى في الاستفتاء بتاع تعديل الدستور؟ وكيف ستمضي العلاقه اذا بينهم وهم عندهم اغلبيه البرلمان يعني المقاعد وبين احنا قادرين على فكره ان احنا يعني هل الاعتصام وهذه